عليكم. يقول لي بعض الشباب يقولون وين لحيك؟ راحت انت ولا عليك وفلان وفلان راحت الحق. بابا وين هي؟ وين راحت؟ اولا انا ما كنت قصيتها بالمقص ابدا، بس الفرشه والصبغه والى اخره وعوامل التعالي اللي انت خابر يعني. ثانيا، هل من السنه ان الواحد يترك لحيته ولا يتعرض لها ابد مثل ما هو شائع في مجتمعنا وعند عوامنا وعند بعض علماءنا؟ ثبت في الصحيح ان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهم كانوا ياخذون من اللحيه ما زاد على القبضه، يقبض لحيته وياخذ ما زاد عليه. في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم في الحج، صح عن ابن عباس انه يقول الرمي والحلق والتقصير والنحر والاخذ من الشارب واللحيه، وهذا رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح، وهو ايضا ثابت عن مجاهد امام المفسرين ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. ابو داود روى عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعث السبال الا في حج وعمره، وهذا نقل عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا ياخذون كلهم تقريبا او اكثر. عطاء رضي الله عنه امام السلف المناسك يقول كانوا يحبون اعفاء اللحيه الا في حج وعمره، والسند اليه بهذه المقاله في غايه الصحه. ابو حنيفه عنده قولان في المساله، اما يجب الاخذ من اللحيه او يستحب، هذا تخير، هذا مذهب ابي حنيفه رضي الله عنه. مالك رضي الله عنه يقول يستحب اذا حل ان ياخذ من لحيته وشاربه، وبشكل عام يرى قص اللحيه واخذ ما تطاير منها، هذا مذهبه. الشافعي رضي الله عنه يقول احب الي ان ياخذ